أيضا السيدة أسماء أغلالو رئيس مجلس جماعة الرباط لإلقاء كلمة بالمناسبة دائما تحت سكرتكم. كلمة رسمية غنقولها لكم بالمغربية، مرحبا بكم جميعا في هذا الإطار الجميل، في هذا الرونق ديال جاردان دي سي اللي حنا تنفتخروا أنها من التراث ديال المغرب. شكرا لكم جميعا. السيد الرئيس الإله البوزيدي، يسعدني ويشرفني أن أحضر معكم في حفل الافتتاح الرسمي للدورة 16 لمهرجان ربيع أردال الرياض. السيد ممثل السيد الوالي، السادة رؤساء المقاطعات، السيد رئيس المجلس الإقليمي لمدينة الرباط سي عزيز دريوش، السادة النواب، السيدة الرئيسة حاضرين معنا، السادة المستشارين ديال مجلس جماعة الرباط، السادة الدبلوماسيين ممثلين الهيئة الدستورية، الجميع الحضور الكريم، مرحبا جميعا. إذا يسعدني ويشرفني أن أحضر معكم اليوم في هذا المهرجان والذي يقام هذه السنة تحت شعار انفتاح وتعايش مع تراث الثقافي اللامادي، وهنا لابد بحرارة على يد القائمين على هذا المهرجان وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس مقاطعة أردال الرياض، حيث أصبح لهذا المهرجان لربيع أردال الرياض إشعاعا ثقافيا متميزا ليس فقط على المقاطعة وإنما على صعيد الرباط وعلى الصعيد الوطني، ببرامج تتضمن أنشطة ثقافية مهمة متنوعة، مسابقة ثقافية ومحاضرات، مما يضفي طابع التنوع الثقافي على العاصمة. أيها الحضور الكريم، تعمل المملكة المغربية جاهدة على حماية تراثها الثقافي اللامادي والذي يكون عرضة للاستيلاء من طرف البلدان الأخرى أو التقليد من قبل الثقافات الأخرى. وفي هذا الإطار سبق أن وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية خلال السنة الماضية إلى المشاركين في أشغال الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي الغير المادي التابعة لليونسكو، حيث قال جلالته حفظه الله ونصره: ولا بد من التأكيد اليوم على أن التراث شهد تطورا كبيرا، فهو لم يعد مجرد ملآثر تاريخية أو قطع آثار، بل إنه يشمل العادات والتقاليد والتعبيرات الحية الموروثة عن أسلافنا والمنقولة للأجيال القادمة، كالتقاليد الشفهية والعروض الفنية وحتى الممارسات المجتمعية. وهنا تكمن فيه المحافظة عليه وتتمينه وصونه ليبقى مرجعيا للأجيال القادمة. ولا تفوتني الفرصة هنا للتذكير بأنه من أجل رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي، يتعين على الجميع دعم كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض بالبحوث العلمية وتشجيع الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية. انتهى المقتطف من رسالة جلالة الملك حفظه الله ونصره. أيها السادة والسادة والسيدات والسادة الكرام، تباشر المملكة المغربية مشوارا طويلا من أجل الحفاظ على مختلف عناصر تاريخية، حيث أطلقت الحكومة المغربية شهر التراث مراهنة على صيانته من محاولات القرفنة وإحياء العلاقة بين المواطن ومختلف الفضاءات الأثرية. هذا البرنامج الذي انطلق من العاصمة الرباط خلال السنة الماضية وشمل أزيد من 6 جولة إرشادية في المعالم والمواقع التاريخية و 18 ورشة عمل لأطفال المدارس و 11 فعالية فنية، فضلا عن مقاطع فيديو للتعريف بالتراث الوطني. أيها الحضور الكريم، نحرص اليوم بجماعة الرباط على تنظيم جولات سياحية وثقافية تعرف بموريثنا الثقافي. نعم، وغنكمل لكم على مدينة الرباط، وتنفضل أنني نكمل لكم باللغة ديالنا الدارجة.
ونحن سعداء جدا اننا الرباط عاد مجموعه الاحتفالات خصوصا سنه 22 واللي امتدت من ماي 22 الى ماي 23 وكانت احتفال بالرباط اول عاصمه ثقافيه في العالم الافريقي واول عاصمه ثقافيه في العالم الاسلامي واحتفلنا ايضا بالتسجيل ديال الرباط في المولود الثقافي ديال اليونسكو بعشر سنوات من التسجيل ديالو هذه فرصه اللي اليوم تنجتمع مع الساكنه بمدينه الرباط ومع زوار مدينه الرباط ما يمكننا الا نشكر سيدنا الله يسره لان بالفضل ديالو اليوم الرباط يعرف هذا الرونق وهذه الجماليه بالفضل بمشروع الملكي وبغيت فقط لان هذا بالفضل بمشروع الملكي بالفضل ديال تيعرف اكثر من 75% في المتر مربع ديال الفرد بالنسبه للمساحه الخضراء اليوم الرباط يعرف 7 ديال المتاحف من المتاحف اللي هي ولات عندها واحد السمعه عالميه واللي الزوار ديالنا ملي تيجيو لمدينه الرباط تيديروا جوله على المتاحف واللي تتعجبهم جدا اليوم استطعنا داخل مجلس جامعه الرباط اننا نوقعوا اتفاقيه الشراكه مع وزاره الثقافه من اجل اعاده ترميم مجموعه ديال المحلات اللي غادي يغطوهم المصارف ديال القرب واللي غادي يتم من خلالهم تعريب التراث الثقافي ديالنا وديال البلدان الاخرى ايضا اليوم بالفضل ديال المجهودات اللي تنقوم بها مع الشركاء ديالنا خصوصا السيد والي جهه الرباط سيد القميطره واللي تقوم باعاده بناء مجموعه ديال دور الثقافه دور الشباب هذه كل مولودات لا ماديه اليوم داخل مجلس جامعه الرباط قمنا بمجموعه ديال المعارض اللي هي تتحيي الصانع التقليدي تتعطي واحد الدفعه وهذا من اجل الغيره ديالنا على المصنوع التقليدي وعلى الموروث الثقافي اللامادي مجموعه ديال البرامج اللي هي جد مهمه واللي تنشتغل فيها من اجل توفير الاجواء الملائمه للساكنه ديال الرباط زوار مدينه الرباط ولا للناس اللي قاطنين في الخارج ما غنطولش عليكم كثيرا انا تنتمنى لكم التوفيق لهذا المهرجان اللي هو من احسن المهرجانات داخل مدينه الرباط واللي عرف واحد المسيره اللي هي جد موفقه سنشكر مره اخرى السيد رئيس المقاطعه أمل رياض على حسن الاستضافه وايضا على التنظيم الجيد تنشكر ايضا كل من ساهم من قريب وبعيد في تنظيم هذا المهرجان وتنشكر الساكنه لانها جات باش تقاسم معنا هذا المهرجان جميل جدا شكرا لكم جميعا